استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة الأحد زعيم تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم، وكشف الأخير عما دار بينهما، متحدثاً عن اليمن والاتفاق السعودي الإيراني وانعكاساته على المنطقة، والملف السوري كان على الطاولة، فماذا في التفاصيل؟ كشف زعيم تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم عما دار باجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قائلاً: تبادلنا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات البينية بين بغداد والرياض، حيث أبدينا دعمنا لأي خطوة تسهم في وقف العنف والقتال في اليمن الشقيق واستعادة هذا البلد المحوري ودوره ومكانته العربية والإقليمية. وتطرق الحكيم إلى الملف السوري موضحاً: أبدينا سعادتنا للخطوات العملية الجارية لاستعادة سوريا وشغل مقعدها في القمة العربية القادمة، وتابع: أكدنا أن التطورات الدبلوماسية بين الرياض وطهران ستنعكس إيجاباً على عموم المنطقة، كما ثمنا لغة الاعتدال والتفاهم التي تسود بين فرقاء المنطقة للوصول إلى رؤية موحدة لإدارة العلاقات. وقال زعيم تيار الحكمة: عبرنا عن قلقنا للتطورات المؤسفة في السودان وتمنينا معالجة الأزمة في هذا البلد العربي الشقيق عبر الحوار والتفاهم بين أطراف النزاع. وبشأن العراق ذكر زعيم تيار الحكمة: بينا أن العراق يحقق إنجازات على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني والخدمي، وذلك يعود لوجود تحالف إدارة الدولة الداعم للحكومة وعودة النسيج الاجتماعي إلى وضعه الطبيعي بعد دحر الإرهاب وخسارته لحواضنه الاجتماعية، كما لعبت أسعار النفط في وجود وفرة مالية نسبية تمكن الحكومة من تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل. كما أكدنا أيضاً على أهمية التعاون في التحديات المشتركة خاصة في ملف المناخ وتغيراته، ولفت إلى دعوته إلى مزيد من التعاون في المجال البحثي والعلمي والخطوات التطبيقية في هذا المجال.